اللي بعدوا علينا ويقولوا ان شاء الله مصر يحصل فيها زي سوريا وزي اليمن وزي الدول دي. احنا الحمد لله رب العالمين طبيعتنا لينا طبيعة مختلفة. الشعب المصري الوحيد اللي ليه طبيعة مختلفة، تلاقيه كده نسيج واحد، يعني تحس انه انت لو في اسوان ولا في البحيرة واتقابلتوا مع بعض كأنكم اخوات، يعني مفيش حتى لو اتشكلنا اتخانقنا عملنا اي حاجة ما بنهونش على بعض، ما نقدرش نذبح بعض، ما نقدرش ندمر بعض، ما نقدرش نغتصب حريم بعض، ما نقدرش نعمل اي حاجة. فاحنا شعوب طيبة، يعني شعب مصر ده الشعب الوحيد الطيب اللي قلبه ابيض. ما ينفعش يبقى اي زي اي شعب تاني او اي شعب تاني يقدرش يقلده. الشعوب التانية دي يعني مع احترامي طلعت من رحم كده خيانات وخدع، وانتوا عارفين التاريخ بيحكي وبيقول، يعني من ايام التاريخ، من ايام المماليك لما هم كانوا، شوف قطز لما اتقتل، يعني نفس القصة، هي نفس القصة، الخيانة من الأول، يعني من الاحتلال الإسلامي كان يبقى محتل مثلا هو الوالي ويجي أخوه يقتله ويذبحه. فإحنا مش الشعب ده، إحنا الشعب المصري ده مش الشعب العدواني أو الشعب اللي بيحب الدم. فإحنا شعب طيب وإن شاء الله مش هنبقى زي كده، وطالما إحنا متمسكين ونسيج واحد مسلم ومسيحي، ما تعرفش حد فينا مين مسلم ومين مسيحي، ان شاء الله مش هيحصل لنا اللي بيحصل، الا اذا بقى انصعنا ومشينا ورا الاخوان ومشينا ورا السلفيين ومشينا ورا التنظيمات دي، هي دي اللي بتخرب الدنيا. لكن طالما احنا شعب واحد ومتكتفين عمر ان شاء الله ما في حاجة تحصل ولا نبقى زي الدول التانية هتحصل. طبعا كل الناس متابعة الاحداث اللي بتحصل في سوريا، ربنا يهون على الناس اللي هناك، يعني الناس المدنية اللي عايشة غلابة، ربنا يهون عليهم، لأنه هم في الأول والآخر هم الضحية اللي بيتفرموا في النص بين النظام وبين الميليشيات. طبعا احنا عارفين النصرة الأول والميليشيات والفصائل اللي كانت طالعة من رحم داعش وكانت مدية ولاءها للقاعدة، وبعد كده غيروا الاسم خلوه هيئة تحرير الشام. زي ما انتم شايفين دخلوا هجموا واحتلوا حلب، وبعد كده داخلين على إدلب والمعارك شغالة دايرة لغاية هذه اللحظة. فالنزاع طبعا مش بيتوقف على انهم بيتقاتلوا هم بس، لا، في ضحايا في النص، هي المدنيين اللي بتروح في النص، يعني النظام والطيران الروسي شغال يدق في القرى، فالمدنيين بالمئات بيموتوا، هم المساكين المدنيين اللي بيموتوا في كل حتة. فنيجي في مصر، عن مصر احنا، ايه تخطيطها مصر؟ هل مصر هتقفل الحدود زي ما العراق قفلت الحدود؟ يعني الاخوة العراقيين قفلوا الحدود بتاعتهم على امتداد 600 كيلومتر بينهم وبين سوريا، قفلوها لغاية دلوقتي، بانوا سور 300 كيلومتر وشغالين يبنوا في الباقي. لو مش بس كده، وزودوه بالأسلاك الشائكة وزودوه بالكاميرات الحديثة عشان تصور العمق السوري، علشان ما يوقعوش، بيقول لك عشان ما نوقعش في نفس اللي وقعنا فيه المرة اللي فاتت، يعني الإرهاب اللي دخل عندهم وكده. فدلوقتي الدول دي هتقعد فيها شد وجذب وشد وفر وشد وكر وفر إلى ما لا نهاية. إحنا من ساعة ما اتولدنا أو ساعة ما اتخلقنا ومن قديم الأزل هو نفس السيناريو بتاع الدول دي، يعني تبص تلاقيه نفس السيناريو، يسكتوا ويقوموا على بعض تاني، يتعاركوا على تاني. طب وبعد كده اللي بيلجأ منهم بيجوا فين؟ بيجي مصر. نحن بنشيل بقى، ما هي أم الدنيا مصر، وما زال في ناس لغاية دلوقتي بتتدفق على مصر. كل الدول دلوقتي عملت احتياطاتها وقفلت حدودها، مش عايزة توقع في نفس الخطأ. هل مصر قفلت حدودها ولا احنا بقى فاتحين الحدود والناس تتشاكل والناس تتعارك، واحنا بقى نلم في، يعني احنا اللي ندفع الضريبة في الآخر من قوت المصريين ومن اقتصاد المصريين ومن شجر المصريين. انا عايز اعرف، يعني بوجه سؤالي للحكومة، هل اخذتوا التدابير اللازمة
ولا بعد القرارات والقوانين اللجوء والدنيا هتبقى سداح مداح زي الأول، وكمان يخش لنا كم مليون، ما هي كل هبة كده بيهرب منها كم مليون، فهل إحنا مستعدين بقى نستقبل كم مليون تاني؟ مش عارف. هل الشباب السوري يعني الحكومة، الشباب السوري ده اللي بيطلع في الشوارع يرقص الدبكة وسوريا حرة وعنده النخوة بقى، هل مستعد يروح يحارب ويحرر بلده وأرضه، ولا يقعد من بعيد كده في الدول الأوروبية ويقعد في مصر يقعد يرقص الدبكة ويقول لك إيه، يقعد يسقف ويستنى سوريا لما تتحرر ويروح ياخد على الجاهز؟ والله أنا لو من الحكومة المصرية ألم الناس دي، أعمل مداهمات على الشقق وعلى الناس دي، وألم الشباب اللي من سن 17 لغاية سن 40 وأسفرهم عشان يروحوا بلادهم وسلمهم بلادهم. لأنه الناس دي على فكرة، الناس دي دخلت لنا من 2011 نفس القصة، دخلت لنا من الجماعات برضو، من ساعة ما كان مرسي ماسك وكده، دخلت لنا من الفصائل والجماعات اللي زي كده، ما تعرفش 50,000 طائفة و50,000 فصيلة. يعني هم اللي قاعدين في مصر دول كلهم تلاقي كل مجموعة من فصائل من فصيلة، أو كل مجموعة لهم عقيدة أو تفكير معين، وكلهم ضد النظام طبعا. فلو حصلت حاجة في مصر بقى لا قدر الله، انت حطيت خنجر في ظهرك، اول ناس هتطعنك. يعني في واحد مثلا في اسكندرية قدام كوبري ستانلي رفع لي علم التنظيم وحطه على العربية، ورقم العربية موجود وكل حاجة، هل السلطات المصرية او الامن المصري مسكوا او قبض عليه؟ ده لو في السعودية أو في دولة عربية يقدر يرفع العلم بتاع التنظيمات دي، يقدر يرفعها ولا يتمسك كده من رجليه ويرموه برا الحدود؟ يعني يعني إحنا بقينا دولة مستباحة، اليمنيين يتشاكلوا ويرفعوا أعلامهم وكل واحد يرفع العلم اللي هو عايزه، السوريين نفس القصة، الفلسطينيين نفس القصة، ليه الناس ما تتجرأش ترفع أعلامها وتعمل كده في السعودية أو الدول دي أو الإمارات أو الكويت أو كده؟ شمعنا مصر يعني؟ ولا عشان خلاص مصر بقت مستباحة ودولهم راحتهم والحكومة غضت طرف عنهم وبيعملوا اللي هم عايزينه؟ مش فاهم أنا. يقدر فيهم واحد يرفع أي علم في السعودية؟ ما هو انتوا ردوا عليا بقى في التعليقات. جيشنا ورا قوتنا في وحدتنا، ورا شرطتنا ورا جيشنا مهما تكون الامر. البلاد دي تفككت لانه كل واحد ليه تفكير، كل واحد ليه عقيدة، كل مجموعة وراها دولة بتدعمها لمخططاتها. يعني سوريا تمزقت وما كناش نتمنى فيها 1000 دولة الناس دي بتحارب بالوكالة. يعني تركيا رفعوا العلم التركي أول ما خشوا واحتلوا حلب، رفعوا العلم التركي على القلعة، وهتشوفوا حضراتكم. إيران بأجندتها، روسيا بأجندتها، أمريكا بأجندتها، إسرائيل بأجندتها، كل الدنيا بتلعب. المقاتلين دول جابوا من فين الأسلحة الحديثة والمسيرات الحديثة والكاميرات الحديثة والنت اللي بيصوروا بيه، وجهاز الجهاز اللي اتفجر ده في البيجر مش عارف ولا اللي اتفجر في حزب الله، كلهم معاهم الجهاز ده، ليه ما تفجرش فيهم؟ ليه مش بتفجر فيهم؟ ولا هذا مخطط ولسه اللعبة ما خلصتش عشان يفجروا فيهم أو يخلصوا منهم لسه طبعا؟ أو هل انشغال الجيش السوري بيفتحوا له الجبهات من كل ناحية عشان يشغلوه عنهم إسرائيليين؟ ما تفهمش حاجة. إحنا لسه والأيام اللي جاية هتفهمنا ونعرف إيه الصح وإيه الغلط. دلوقتي طبعا هي في البداية كله تهمين، تركيا هي اللي دعم الميليشيات دي والفصائل دي، تركيا وإسرائيل وأمريكا. هنشوف الأيام اللي جاية مخبية إيه وهتورينا الحقيقة إن شاء الله. احنا نتمنى سوريا ترجع، بس الناس اللي فرحانة وبتهيس دي وتقول لك التنظيمات دي
دي ما شافتش باطنه فيه الرحمة وظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب، يعني ما شافتش لسه التنظيمات دي. نفس السيناريو اللي بيتكرر في أفغانستان، نفس السيناريو اللي بيتكرر في العراق، نفس السيناريو اللي بيتكرر في غزة، في كل هو السيناريو. في الأول النادي بالدين وبالبتاع ونخش، بعد كده يغتصبوا الحريم ويبعوها سبايا ويقتلوا ويعملوا، وهتشوفوا نفس السيناريو اللي حصل قبل كده هيحصل مع الفصائل. ده الفصائل دي فيها الشيشاني وفيها التركي وفيها من كل الجنسيات، هتلاقيها. شوف الفيديوهات وهتشوف الجنسيات، كمية الجنسيات. يا ريت السوري بس، لا ده جنسيات متعددة، فصائل جاية من كل حتة، وفيها الإيراني وفيها العراقي وفيها كله، كل الفصائل، كل الجماعة المغيبين وعاملين لهم غسيل في دماغهم دول، تمام، هتلاقي فيها في الفصائل دي. وفي الآخر هتبص يقسم، بعد ما الفصائل دي ترتاح في القرى وفي البلاد، هيقسموا التورته، وبقى مين يحكم مين ومين ياخد مين ومين ياخد كم بت في السوق وهكذا. نفس السيناريو بيتكرر، بس احنا بنتكلم هنا عن مصر. احنا هل استعدينا لكميات اللاجئين اللي هتجيلك؟ ما انت كل حاجة، كل حرب بتحصل او اسرائيل تضرب فلسطين، تلاقي الفلسطيني يجولك بتاع 300,000 والمستشفيات كلها مليانة. تحصل حاجة دلوقتي في لبنان، مع احترام من الاخوة اللبنانيين، ناس محترمين، برضو جات لك كمية منهم دلوقتي في الواقع دي، منظمات حقوق الانسان والدنيا ومش عارف ايه، واحنا الجيران بقى. يعني هل الناس دي هتجينا وتتدفق، ولا عملنا حسابنا للحدود ما نوقعش في المرة اللي فاتت؟ على فكرة احنا الخوف منه، واللي هيحصل ممكن مش دلوقتي، بعد 10 سنين او كده، ولا قدر الله الميليشيات اللي دخلت لك دي، ممكن في سيناريو يحصل تخش لك تاني ميليشيات، وتتفق مع الميليشيات الحماسية اللي في سينا، وتبقى تحتل سينا مثلا يعني، وتيجي للجنوب، الدعم السريع ومش عارف ايه. ما انت عندك اللي دخلوا من السودان دول كلهم معظمهم اخوان، يجوا لك في الجنوب برضو يكونوا لك منظمات ونفس القصة. في الغرب اللي هم الجايين من ليبيا وكده، ويعملوا لك الجيش، ودول يعملوا لك منظمة، ودول يعملوا لك هيئة ونفس القصة. ومهما يكون اقوى جيش في العالم، طالما من الداخل اتفكك، لازم الجيش بيتفكك بيضعف. لكن الجيش لما بيحارب دولة تانية بيبقى قوي، لانه عارف عدو واحد، لكن من الداخل مش عارف مين عدوك انت، مش عارف تضرب في مين بالظبط، مش عارف مين الخنجر جاي من فين بالظبط. يعني فالحرب الداخلية تفرتج البلاد او تفكك البلاد، وعدوك يبقى قاعد كده يتفرج عليك، وهو بيتفرج على التلفزيون كده بيتفرج عليك وبيضحك ومبسوط اخر انبساط، ما ضربش طلقه واحده. فادي اللي خايفين منه احنا، الناس التكتلات الرهيبه دي اللي جايه من الدول اللي دعم للارهاب، والدول اللي فيها الدواعش، والدول اللي فيها التنظيمات، والدول اللي فيها الافكار الغريبه، اللي مش بتخاف على الوطن، اللي بايع الوطن، دي عندهم اهم حاجه الفلوس ويعيشوا ازاي وخلاص، ما عندهمش الوطن ده اخر اهتماماتهم، معروف، اجروا التاريخ يعني. هل الناس دي لما تعمل تكتلات مش تقوم وتقوم مظاهرات، هتبقى معاك انت؟ هم دلوقتي بيشتموا على السيسي وبيسقط السيسي، وجايبين السيسي وبشار انهم زي بعض، ده دكتاتور وده دكتاتور، يعني هو قاعد بياكل ويشرب عندك وبيدعي على السيسي انه يرحل والسيسي يغور في مصيبه، واللي فيه واحده بتدعي لك بتقول لك ايه، يعني بياكل ويشرب وتقول لك ان شاء الله تدوقوا من اللي دوقنا منه، يعني بتدعي على المصريين، السوريين بيدعوا على المصريين ان شاء الله ندوق اللي داقوا منه بالظبط، يعني مصر تبقى زي سوريا. طب هل الناس دي ليها امان؟ ما اعرفش. فيعني يا ريت الحكومة تاخذ الموضوع بجدية، تاخذ موضوع المصريين بجدية وتشتغل المصريين. يعني احنا عاوزين نعيش في امن وامان زي الاول، مش عاوزين الناس اللي دخلت من هب ودب، ده اللي دخلنا من السودان، السوريين اللي دخلوا من السودان كد السوريين اللي دخلوا من 2011،
لأن السودان خربت طبعا ساعة الحرب، دخل لك مش السودانيين بس، ده دخل لك من جميع الأفارقة اللي كانوا. مشكلة السودان برضو كانت زي كده، كان كل اللي يجي يقعد في السودان، أنت أخويا وحبيبي، ويستقبلوهم ويعيش وسطيهم وكل حاجة. لما جات حميدتي وبتاع انقلب وبتاع، معظم الناس دي اشتغلت مع حميدتي او راحت تضرب في السودانيين وتغتصب في السودانيين وتسرق في السودانيين، وبقت تبع ميليشيات حميدتي. هي نفس العناصر دي، نصها اللي هرب او هربت، اقرب حاجه هي دخلت لك مصر، لا انت عارف عنها حاجه، بعشرات الالاف دخلت لك مصر. سيبك من الملايين السودانيين، انا بقول لك على السوريين نفسهم اللي كانوا عايشين في السودان، دخلوا لك بالالوفات، لا انت ليهم ورق، ولا انت عارفهم قاعدين فين، ولا عارف تفكيرهم ايه، ولا اي حاجه. فيا ريت مناشده، يعني احنا عارفين الامر جلل والامر صعب، والشرطه طبعا ضغط على الشرطه والامن والجيش وكله في مصر. فيا ريت الشرطه تداهم الشقق اللي في 6 اكتوبر وفي العبور وفي مدينتي وفي الدنيا دي كلها، تداهم الشقق دي وتشوف الاعداد دي وتشوف مين اللي يستحق يقعد ومعاه فيزا مثلا اقامه او كده ويقعد، ومين اللي مش مستحق واللي ما معهوش على طول يترحل. سيبك بلا امم متحده بلا اي حاجه، مصلحه بلدي اهم حاجه، كل الدنيا بتقول كده. المانيا لما حصل فيها اللي حصل وقتلوا ضابط مش عارف وشرطيين وبتاع السوري اللي قتلهم، قالت لك لا خلاص قفلت الحدود، ما فيش لا اتفاقيات ولا بتاع، اهم حاجه المواطن بتاعي وامن بلدي وامني. بس انا بنشد الحكومه، يا ريت يا ريت تقوم الامن والجيش والدنيا كلها وتقوم تفتش، تفتش على الناس دي وتشوف الناس دي جايه من فين اصلا، ايه تفكيرها اصلا. اللي ليه حق يقعد يا عم في مصر، واللي ملهوش حق على طول يترحل، بدل ما انت عامل لي عبء وفي الاخر تقول لي ادفع 10 مليار دولار للاجئين وغير اللاجئين اللي جيالك وغير الناس اللي جيالك. الفيديو ده انا عملته كده علشان بس بحكي مع المصريين الشرفاء، ويا ريت الحكومه تسمع الكلام وتصغى للمواطن بتاعها. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.